بسم الله الرحمن الرحيم. المبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تيميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص يوم رياضي للدولة تؤكد أهمية الرياضة في الدولة باعتبارها الأداء الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر 2030. ابدأ يومك بفطار صحي وحاول أنك تستخدم الدرج أفضل من مصعد. خصصت بعض الوزارات الحكومية صالات رياضية في مبانيها لزيادة الإنتاجية. حافظ على الرياضة اليومية لو بشكل بسيط حتى لو بالثوب. حاول أنك ما تقعد في الكرسي بشكل مستمر لأن فوائد المشي كثيرة. أولاً يساعد على تخفيف الوزن وضغط الدم، يخفف الألام ويمنع الأمراض، تحسين المزاج طبعاً، والشيء الأخير يقلل الضغوطات النفسية.